يحكى أنه كان لملك من الملوك بنت في غاية من الجمال، لا تفوقها فتاة أخرى في جمالها، فقد كانت جميلة حقا، يعجب بجمالها كل من رآها، ولكنها كانت متكبرة مغشوشة في نفسها، لا يعجبها أحد ولا تحترم غيرها ولا تحافظ على شعور الإنسان. وقد تقدم إليها كثير من الملوك والأمراء لخطبتها، فرفضتهم جميعا ولم ترضى بأحد منهم، واحتقرتهم وأظهرت لكل منهم عيبا من العيوب، وأخذت تضحك من كل من يخطبها وتهزأ به وتسميه اسما من الأسماء المضحكة. وفي ليلة من الليالي أقام أبوها حفلا عظيما، دعا إليه الملوك والأمراء والعظماء الذين يتمنون أن يتزوجوها لتختار منهم زوجا لها، وقد جلسوا جميعا في صف واحد ورتبوا على حسب درجاتهم ومراكزهم وألقابهم من ملوك وأمراء. ثم دخلت الأميرة ومرت بالحاضرين جميعا فاحتقرتهم وهزئت بهم لغطرستها وتكبرها، وأعطت كل منهم لقبا من الألقاب أو صفة من الصفات المخزية، فقالت عن الأول: إنه سمين جدا، إنه كالبرميل. وقالت عن الثاني: إنه طويل كعمود النور. وعن الثالث: إنه قزم قصير القامة. وعن الرابع: إنه أصفر اللون كالكركم. وعن الخامس: إنه أحمر اللون كعرف الديك. وعن السادس: إنه كالعصا الخضراء التي توضع فوق فرن الخباز لتجف، لأنه غير معتدل القامة كما ينبغي. وحينما مرت بالسابع، وكان ملكا من أحسن الملوك وأغناهم وأكثرهم صبرا وأكثرهم شجاعة وذكاء وحسن تفكير وتدبير، وقفت بجانبه وضحكت منه كثيرا ونظرت إليه نظرة كلها استهزاء واستهانة به، فضحك الحاضرون جميعا لنظرتها إليه. وقد تألم هذا الملك الشاب ألما لا نهاية له لما لحقه من إهانة واحتقار، ولضحك الحاضرين منه وسخرية الأميرة القليلة الذوق به، وقام محتجا وأراد أن يترك الحفل، فاعتذر الملك أبو الأميرة له وطردها من المأدبة. وقد قبل الضيف الاعتذار ولم يخرج. وقد تألم الملك ألما شديدا لسوء أخلاق ابنته وقلة أدبها وقلة ذوقها في معاملتها للضيوف وضحكها منهم واستهزائها بهم وتكبرها عليهم وإهانتها لهم، وغضب منها غضبا شديدا وخجل من سوء تصرفاتها وألفاظها وكلامها خجلا كثيرا، ونذر لله نذرا أمام الحاضرين أن يتزوجها أول شحاذ يأتي أمام الباب ليطلب صدقة أو إحسانا، سواء أرضيت أم لم ترضى، عقابا لها على وقحتها وقلة ذوقها وبذاءة كلامها وسوء أدبها وأخلاقها وقبح معاملتها لضيوف أبيها من الخطاب. فأعجب المدعوون بهذه العقوبة وهذا الحكم الذي وعد به أبوها. وبعد 3 أيام من هذه المأدبة أتى إلى القصر شحاذ زمار، ووقف بباب قصر الملك وأخذ يلعب بمزماره ويغني تحت النافذة ويطلب من الحارس إحسانا أو صدقة، فسمعه الملك وهو يزمر ويغني، فأمر الحرس أن يسمحوا لهذا السائل بالدخول، وهو شاب زمار معه مزماره قوي الجسم طويل القامة عظيم الشخصية، ولكن يظهر عليه الفقر ويلبس ملابس قديمة. وأرشده الخدم إلى الحجرة التي يجلس فيها الملك والأميرة المتكبرة، فدخلها وانحنى أمامهما وأخذ يلعب بمزماره تارة ويغني تارة أخرى مدة ليست بالقصيرة،
والملك مسرور بمنظره، والأميرة محتقرة له. وبعد أن انتهى من زمره وغنائه، طلب إحساناً وصدقة من الملك. فقال له الملك: لقد أحسنت الزمر وأحسنت الغناء، وكان غناؤك جميلاً وصوتك عذبا، والإعجاب بزمرك وغنائك سأعطيك ابنتي الأميرة مكافأة لك لتكون زوجتك وشريكتك في حياتك. فسر الموسيقي السائل سرورا كثيرا، وتألمت الأميرة الجميلة المتكبرة تألما شديدا، ورجت أباها ألا يزوجها هذا السائل. فقال لها الملك: لقد نذرت لله نذرا أمام جميع المدعوين إلى المأدبة أن تكوني زوجة لأول سائل يمر بالقصر، وهذا الزمار الشاب هو السائل الأول الذي أرسله الله إليك ليكون زوجا لك. لقد نذرت هذا النذر ووعدت هذا الوعد، ويجب أن أفي بنذري وأصدق في وعدي وأنفذ كل كلمة قلتها. فبكت الأميرة المتكبرة بكاء مرة، واستمرت تتوسل إلى أبيها وترجوه ألا يزوجها هذا السائل الفقير، ولكن أباها لم يتأثر ببكائها ورجائها، وصمم على تنفيذ ما نذره وما أوعد به. وقد استمرت ابنته في بكائها، والزمار فرح مسرور في نفسه لأنه سيتزوج أميرة لا مثيل لها في الجمال. وأمر أبوها بإحضار الشيخ لكتابة عقد الزواج، فحضر الشيخ وكتب العقد، وشهد شاهدان على العقد، وتزوجت الأميرة المتكبرة الموسيقي السائل، ولم يعمل لها أي احتفال عقابا لها على سوء أخلاقها وأدبها وإهانتها لكثير من الملوك والأمراء الذين حضروا لخطبتها. وحينما انتهى الشيخ من كتابة عقد الزواج، قال الملك لابنته: هذا زوجك، قومي واستعدي للذهاب معه والسفر إلى أي جهة يسافر إليها، والإقامة في أي كوخ أو بيت يقيم فيه، ولم تمكثي هنا ولن تعيشي معنا، ويجب أن تطيعيه في كل ما يأمرك به، فهذا السائل زوج لك وهو مسؤول عنك وعليك طاعته. لم تجد الأميرة فائدة للبكاء أو الرجاء أو التوسل، وأحست بنتيجة سوء أدبها، وعرفت أنها أصبحت زوجة لسائل الزمار. فقامت واستعدت للسفر مع زوجها، وأخذت معها ما خف حمله وغلى ثمنه من ملابس وجواهر، ولم يودعها أحد من الأسرة، ولم يسلم عليها أحد لبذاءة لسانها وتكبرها وسوء أخلاقها. وقد أخذها زوجها السائل من يدها وسافر بها فرحا مسرورا بزوجته الأميرة التي أهداها الملك إليه مكافأة له على زمره وغنائه. وقد أحست الأميرة في الأول بكثير من النفور والتألم حينما وضع هذا السائل الفقير الزمار يده في يدها، وحست بفرق كبير بين ملابسه الممزقة وملابسها الغالية، وشعرت بكثير من الحزن، وندمت على ما فعلت، وحست بغلطاتها وأخطائها التي ارتكبتها في أثناء المأدبة، وخاصة مع الملك الشاب، فقد جعلت الجميع يضحكون منه مع أنه كان أحسن الحاضرين علما وأدبا وغنى وجاها. وقد استمر الزوجان سائرين في الطريق حتى وصلا إلى غابة كبيرة لا يستطيع النظر أن يصل إلى آخرها ونهايتها. فسألت زوجها بعد أن مكثت ساكتة صامتة لا تتكلم طول الطريق، سألت: من صاحب هذه الغابة؟ فأجابها: إن صاحب هذه الغابة هو الملك الشاب، ولو قبلت أن تتزوجيه لكانت هذه الغابة الواسعة ملكا لك الآن، لكنك احتقرته
وجعلته إضحوكة لجميع الحاضرين، ورفضت أن يكون زوجا لك. فتأوهت الأميرة المتكبرة وأظهرت آلامها وأحزانها وندمها على ما حدث منها، وقالت: إنني سيئة الحظ لأنني لم أرضى به زوجة، ولو كان لي حظ لقبلت أن أتزوج الملك الشاب، ولكنني عشت طول حياتي مدللة أطلب ما أشاء وأفعل ما أريد، وقد اعتدت ألا يرد لي طلب ولا ترفض لي رغبة. وكان هذا كله خطأ في تربية الأولى منذ صغري، وإنني لم أحس بنتيجة ما وقع مني إلا بعد أن تألم أبي وطردني من الحفل، ونظر لله أن يزوجني أول سائل. وما كنت أظن في يوم من الأيام أن أتزوج سائلة ممزق الملابس. فقال لها زوجها: إنك تعدين نفسك سيئة الحظ لأنك تزوجت رجلا فقيرا، ملابسه قديمة، لا يملك طعام يومه، ولكنه رجل مؤدب كريم الخلق، يعرف الواجب ويراعي شعور الناس، وقد رزقه الله الصحة والعافية، ويعتمد على الله وعلى يده في كسب معيشته بعرق جبينه. فهو يعمل ويزمر بالمزمار ويغني، ويعرف كثيرا من الأعمال الحرة الشريفة التي تساعده في كسب رزقه. وليس الفقر عيبا يا سيدتي، ولكن العيب في سوء الأدب وشتم الناس. فقالت الأميرة: هذا كلام كله صحيح، لم أفهمه إلا اليوم، ولم أسمعه إلا منك الآن. استمر الزوجان يسيران في طريق الغابة حتى انتهيا منها، ورأيا حدائق جميلة واسعة مملوءة بالفواكه المختلفة والأزهار النادرة، فأعجبت بها الأميرة وبمناظرها البديعة ونظامها الجميل، وسألت: لمن هذه الحدائق الجميلة؟ فأجابها زوجها: إنها حدائق الملك الشاب، وهي حدائق فيها كل أنواع الفاكهة في العالم وكل أنواع الأزهار، وليس لها مثيل في هذه البلاد، ولو رضيت أن تتزوجيه لكانت هذه الحدائق ملكا لك اليوم. فندمت على ما فعلت وقالت: وأسفاه، إنني سيئة الحظ، ولو كنت سعيدة الحظ لتزوجت الملك الشاب، ولكنني تركت لنفسي وأعطيت الفرصة في اختيار زوجي فلم أحسن الاختيار. واستمرا يمشيان حتى انتهت الحدائق ووصلا إلى مدينة كبيرة، شوارعها متسعة نظيفة ومبانيها عالية منظمة وأهلها متعلمون، فأعجبت بها وبنظافتها ومناظرها الجميلة ونظامها الدقيق، وسألت: لمن هذه المدينة العظيمة؟ فأجابها زوجها: إنها مدينة الملك الشاب. فحزنت الأميرة المتكبرة وتأسفت لما حدث منها، وقالت: إنني شقية سيئة الحظ، ولو كنت سعيدة الحظ لتزوجت الملك الشاب، ولا أفهم لماذا لم أتزوج. فقال لها زوجها الموسيقي: لا أعلم لماذا امتنعت من تزوجه، فهذا السبب لا يخصني ولا شأن لي به، ويمكنك أن تسألي نفسك عن السبب، ولكني لا أدري لماذا تتمنين زوجا آخر، ألست أنا زوجا يصلح لك؟ وأحست الأميرة حينما سمعت سؤال زوجها الموسيقي أنها لم تراعي إحساسه وشعوره، فسكتت وضبطت نفسها ولم تجب، واستمرت سائرة معه حتى وصلا إلى كوخ صغير مبني بالطين والقش، فوقف عنده ووقفت معه وسألت: لمن هذا الجحر الصغير؟ لمن هذا الكوخ القذر؟ فأجابها زوجها الموسيقي: هذا منزلك ومنزل أيتها الأميرة، هذا هو الكوخ الذي سنعيش فيه معا. فصاحت وسألت:
أأسكن في هذا الكوخ بعد أن كنت أسكن القصور العظيمة؟ فأجابها: بهذا حكم الله يا سيدتي. فتألمت وسألت: وأين من عندك من الخدم؟ فأجابها: لا خدم عندي يا سيدتي، لأني رجل فقير، لا أستطيع أن أدفع أجرة الخدم. وماذا تعملين بالخدم؟ يجب أن تستعدي من الآن لتخدمي نفسك بنفسك، وتقومي بعمل كل ما تحتاجين إليه، وتعيشي كما يعيش الفقراء. اذهبي واحذري الحطب والوقود، وأعدي النار وضعي الماء فوقها، واطبخي لنا العشاء، لأني جائع ومتعب جدا. فبكت الأميرة وسألت: وأين الوقود؟ وكيف أعيد النار؟ وكيف أطبخ الطعام؟ إني لا أعرف شيئا من هذا كله، لأني لم أعتد هذا النوع من العمل، وكان عندي كثير من الخدم والوصفات لخدمتي، ولم أتعود الاعتماد على نفسي، وإني أحس الآن بأن هذا خطأ، وكان من الواجب أن أعتاد الاعتماد على نفسي والقيام بكل عمل يحتاج إليه المنزل. فهدأ الزوج نفسها وقام ليساعدها في إعداد كل شيء وإحضار الطعام، وبعد أن أعد العشاء جلسا معا وأكلا قليلا لشعورهما بالتعب من السفر الطويل، ثم ذهبا إلى الفراش ونما في سرير غير مريح في حجرة نوم ضيقة بها قليل من الآثاث. وفي الصباح المبكر أيقظها الموسيقي السائل لتكنس البيت وتنظفه وتعد الفطور، فاستيقظت وهي متضايقة، وكانت تحب أن يتركها نائمة حتى تطلع الشمس وترتفع في السماء، وأراها أدوات التنظيف وساعدها حتى كنست الحجر ونظفتها ورتبت حجرة النوم وعدت الفطور على منضدة صغيرة وتناولا الطعام معا. ثم أخذت الأوان إلى المطبخ ولم تعرف كيف تغسلها، وساعدها في غسلها وتجفيفها. وقد عاش الزوجان هكذا يومين كاملين في الكوخ حتى أكلا كل ما كان فيه من طعام ولم يبق فيه شيء مطلقا. وفي اليوم الثالث قال لها: إننا لا نستطيع أن نستمر في البيت بهذا الشكل من غير عمل، فقد أنفقت كل ما كان معي من نقود وأكلنا كل ما في البيت من طعام، وسأضطر إلى الخروج للبحث عن رزقي، ويجب أن تتعلمي شيئا يساعد في كسب المعيشة، وسأعلمك كيف تصنعين السلال. ثم خرج الزوج وأحضر حزمة من عيدان القصب والحلفاء، وعلمها كيف تصنع السلة حتى تصنع سلات يمكنه أن يبيعها لمن يحتاج إليها في السوق كل أسبوع. وبدأت بالفعل تقطع العيدان وتصنع منها سلة، فجرحت أصابعها وخدشت لأنها لم تتعود الاعتماد على نفسها والعمل بيدها من قبل. فقال لها زوجها: إن هذا العمل لا يناسبك ولا يصلح لك. ثم أحضر لها مغزلا وشيئا من الصوف ليعلمها غزل الصوف، معتقدا أن الغزل أسهل من عمل السلال، وبين لها طريقة استعمال المغزل. ثم جلست وحاولت أن تغزل كما علمها، ولكن الخيوط جرحت أصابعها الرقيقة حتى خرج منها الدم. فقال لها زوجها، وقد أراد أن يعودها العمل والاعتماد على النفس: انظري، إنك لا تستطيعين القيام بأي عمل من الأعمال، ويجب أن تعتادي العمل، وكل إنسان يجب أن يعمل، لا فرق بين أمير وحقير، وغني وفقير، فالعمل اليدوي الشريف ولا عيب فيه، وإن العمل دليل على الحياة، ولا تسمى الحياة حياة إلا بالعمل، ويظهر لي أنك لا تصلحين لشيء مطلقا، وأعتقد أنني سيء الحظ، لأني تزوجت أميرة لا تعرف شيئا عن العمل، ولا يمكنها أن تقوم بأي عمل، فقد كانت حياتها الماضية كلها كسلا وخمولا ونوما،
وراحة بغير عمل. وعلى أي حال سأجرب معك نوعا آخر من العمل، وسأشتري بعض الأواني الصينية والأطباق والأكواب الزجاجية لتبيعها في السوق وتتجري فيها. سأبين لك ثمن كل نوع حتى تحصلي على رزقك من عمل شريف. فتألمت وتأوهت وقالت: وأسفاه، لقد حكم علي الزمان بالوقوف في السوق لبيع الأواني والأكواب، وماذا أفعل إذا مر في السوق بعض الأمراء أو رجال القصر؟ ماذا أفعل إذا رأوني وأنا أبيع في مكان عام؟ إنهم سيضحكون مني ويسخرون بي من غير شك. فقال لها زوجها: هذه المظاهر يا سيدتي، ويجب ألا نبالي بالمظاهر ونفكر في الواقع ونعتمد على أنفسنا ونعمل بأيدينا ونكسب عيشنا بعرق جبيننا ولا نتكل على أحد. يجب أن نعد أنفسنا للحياة ونترك حياة الكسل والاعتماد على غيرنا. يجب أن تذهبي وتعملي وتتجري في الأدوات الصينية إذا كنت لا تريدين أن تموتي جوعا. استمعت الأميرة لنصيحة زوجها وبدأت تتجر في السوق، وقد نجحت تجارتها في البدء نجاحا كبيرا، فقد شجعها كثير ممن رأوها من السيدات والرجال، وعطف عليها الجميع رأفة بها وإعجابا بجمالها، وكثيرا ما كانوا يشترون البضاعة ولا يأخذونها ويتركونها لها تشجيعا لها. ربحت الأميرة كثيرا في تجارتها الجديدة، واعتادت العمل، وعرفت كيف تعتمد على نفسها في حياتها وكسب عيشها، وعاشت مع زوجها عيشة راضية، وشاركته حياته، خيرها وشرها، راحتها وتعبها. وقد نجح زوجها في تأديبها وتهذيبها، وأصبحت في حياتها الزوجية مختلفة كل الاختلاف عن حياتها الأولى، حياة الكسل والخمول وقلة الذوق وسوء الأدب. وصارت الآن مثلا عاليا للزوجة المطيعة المتواضعة المؤدبة الكاملة. وفي يوم من الأيام اشترى لها زوجها مقدارا كبيرا من البضاعة الصينية والزجاجية، فاتخذت لها ركنا جديدا في السوق ووضعت فيه بضاعتها الجديدة، وهي فرحة بها. وجلست لتبيع وتتجر كعادتها يوم السوق، فحضر لسوء الحظ جندي مستهتر يركب حصانا جامحا شقيا، واقتحم حانوتها وكسر كل ما كان فيه من الأواني الصينية والأطباق الخزفية والأكواب والأباريق الزجاجية حتى لم يبقى في الحانوت شيء دون أن يكسر. وصارت بضاعتها كلها أجزاء مكسورة متناثرة هنا وهناك، فأخذت تبكي ولم تعرف ماذا تفعل، وقد ذهب الجندي المستهتر بحصانه، وماذا تستطيع أن تعمل معه؟ وأخذت تسأل نفسها: ماذا أقول لزوجي؟ وكيف أقابله وماذا أعمل؟ وقد كسرت البضاعة كلها، وفقدنا كل ما كان عندنا من تجارة صيني، وماذا سيقول زوجي حينما يسمع الخبر ويعرف ما حدث؟ ولم تجد فائدة من البقاء في مكانها بالسوق، فجرت إلى المنزل وهي متأثرة كل التأثر، حزينة كل الحزن لزوال تجارتها، وأخبرت زوجها بكل ما حدث. فقال لها زوجها: لو كان عندك شيء من تفكير ما وضعت الأدوات الصينية والزجاجية والخزفية بالشكل الذي وضعته في الركن الجديد الذي اخترته من السوق، حيث يستطيع كل إنسان أن يمر به، وهذا درس لك تتعلمين منه التفكير في الشيء ونتائجه قبل أن تقدمي عليه وقبل أن تعمليه، ولا فائدة الآن من الاستمرار في الحزن والبكاء، وأعتقد أنك لا تصلحين لهذا النوع من العمل، ولهذا ذهبت اليوم إلى القصر الملكي
لأبحث لك عن عمل في المطبخ، وقد وعدني مدير القصر أن يقبلك خادما في المطبخ لتساعد الطباخين في تنظيف المطبخ وغسل الأواني وتجفيفها، وستجدين هناك كثيرا من الطعام، وسيسمح لك أن تأخذي معك في المساء إلى بيتك شيئا من الطعام الذي يبقى لتأكليه وآكل معك. فقبلت الأميرة هذا الحل، ولم تعترض على أن تكون خادما في المطبخ بعد أن كانت تهزأ بالملوك والأمراء والنبلاء، ورضيت أن تعيش على فضلات المطبخ مع زوجها الفقير. وهذا حكم الله، يؤتي الملك من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء. وقد نجح زوجها كل النجاح في تأديبها وتهذيبها وتعويدها الاعتماد على النفس والعمل مهما يكن ذلك العمل. وبعد مضي أسبوعين من عملها في مطبخ القصر، سمعت من الطباخين أن الملك الشاب سيحتفل بزواجه ليلة احتفالا عظيما، وقد أقيمت الزينات في كل مكان، ودعي العظماء والعلماء لهذا الاحتفال، وعرفت أنه سيمر من الطريق، فذهبت إلى نافذة من النوافذ ونظرت لترى لهذا الاستعداد، فوجدته تاما وجميلا، فحزن قلبها لرؤية هذه المظاهر، وشعرت بسوء حظها، وندمت على ما فعلت في الماضي، وتذكرت أن تكابرها كان سببا في سوء بختها، وأن سوء أدبها هو الذي جعلها خادما ذليلة وضيعة، وأخذت تذكر في نفسها تصرفاتها الماضية، وتوبخ نفسها على ما حدث منها من سوء أدب وقلة ذوق وغطرسة وتكبر وكسل وخمول وإهانة لغيرها من الناس. وفي مساء من تلك الليلة أعطاها الخدم كثيرا من الأطعمة اللذيذة لتأخذها معها إلى كوخها، فوضعتها في سلتها وخرجت لتذهب إلى زوجها، فقابلها عند باب القصر الملك الذي سيحتفل بزواجه الليلة، وقد لبس ملابس ذهبية، وأخذها من يدها وقال لها: يجب أن تشتركي معي في هذا الاحتفال الليلة. فنظرت إليه الأميرة الجميلة فعرفت أنه الملك الشاب، وأن القصر الذي تخدم فيه هو قصر الملك الذي رفضت أن تتزوجه وسخرت منه وهزئت به وجعلت الناس يضحكون منه ويستهزئون به. فارتبكت الأميرة واضطربت وخافت حينما عرفها وعرفته، وقد أمسك الملك بيدها وأخذها معه وأدخلها القصر ثانية، وسلت في يدها الأخرى، وقد وقع غطاؤها وسقطت الأطعمة على الأرض، ورآها الحاضرون فضحكوا منها وخجلت من نفسها خجلا شديدا، وتمنت أن تبتلعها الأرض في أعماقها، فقد رآها خطيبها السابق الملك الشاب وهي فقيرة تخدم في مطبخه وتحمل سلة بها شيء من بقايا الطعام، وجرت نحو الباب لتهرب من الملك الذي رفضت من قبل أن تتزوجه، ولكنه لحقها وأرجعها ثانية إلى القصر وقال لها: لا تخافي ولا تحزني، فأنا زوجك الموسيقي الذي عاش معك في الكوخ الحقير، وقد مثلت دور الزمار السائل الفقير مع أني الملك الذي استهزأت به، وحينما سمعت نذر أبيك أن يزوجك أول سائل ذهبت إلى قصر والدك وادعيت أني سائل يحتاج إلى إحسان، وتظاهرت بالحاجة والفقر، وقد وفى والدك بوعده ونذره وأعطاني إياك لتكوني زوجة لي، وقد فعلت هذا كله لأنني أحببتك كثيرا، وقد أخذتك إلى هذا الكوخ المتواضع وحتمت عليك أن تعدي الطعام وتغسلي الأطباق وترتبي المنزل وتعملي السلال وتغزلي الصوف وتتجري في الأواني ليعطيك دروسا في الاعتماد على النفس وحب العمل وعدم الاتكال على أحد، وأنا الجندي الذي كان في السوق وكسر لك كل ما في الحانوت من أدوات صينية وزجاجية،
وقد أوجبت عليك أن تخدمي بمطبخي، فرضيت بالخدمة والعمل في المطبخ، وقابلت أن تعيشي على بقايا الطعام، وقد رتبت هذا كله ليعطيك درسا في التواضع، فمن تواضع لله رفعه، ولتترك الفخر والتكبر والاستهزاء بالناس. والآن قد تبت وندمت على ما فعلت، وتعودت الاعتماد على النفس والرغبة في العمل وتدبير شؤون البيت، وأصبحت تحسنين معاملة الناس وتفكرين في شعورهم، وصرت مثلا عاليا للقناعة والرضا والتواضع، وذهبت سيئاتك وحسنت تصرفاتك، وانتهى الماضي بما فيه، وسنبدأ الليلة حياتنا الجديدة، حياتنا الحقيقية التي لا ادعاء فيها ولا تظاهر، وسنحتفل الليلة بزواجنا احتفالا رسميا في قصرنا هذا، وأنت الأميرة والزوجة، وأنا الملك والزوج، وسيحضر بعد قليل أبوك الملك وأمك الملكة وجميع أفراد أسرتك. وقد حضرت الوصيفات وأحضرن لها ملابسها الجميلة واستعدت للاحتفال، ولبست ملابسها وجواهرها التي أعدت للزواج، واحتفلت أسرتها وأسرة زوجها الملك بزواجهما احتفالا يليق بهما، وهنأهما الجميع تهنئة صادقة، وتقبل الزوجان التهاني بالشكر والسرور، وكانت الوجوه كلها فرحة ضحكة مستبشرة، وعاش الزوجان عيشة سعيدة راضية.